موجود بالخريطة. زين فنكمل الآن هذا المنطقة الثانية. وفي في بايع كذلك، في بايع في المنطقة الرئيسية هني داخل في صناديق، لازم تحاول تنزل إلى تحت تحت اللي هني المنطقة هذه اللي تحت فيها ثلاث صناديق فيها أعداء كثير، فلازم تكون جاهز لهم. كلهم نفس هذا امبيريال جانر، هذا طبعا مع مسدس. راح ننزل تحت لان ما في شيء فوق، راح نحاول نشوفنا طريق ننزل تحت لان في صناديق وباب الخروج لازم نقضي عليهم كلهم. ممكن تسرق منهم، عندهم بوتون ما عندهم شيء ثاني. زين اخذنا مانيجل، فالاعداء موجودين امامك الان في المنطقه هذه، فتحاول تقضي عليهم كلهم عشان تاخذ الصناديق وتنفعك. في كذلك الانذار، راح نشوف موضوع الانذار وطفي الانذار وكذا. طبعا هذول عندهم بروتك حمايه، احنا لحد الحين ما اخذنا الشخص اللي عنده حمايه. الاعداء موجودين على الخريطه باللون الاحمر، واصدقائك وانت موجود باللون الازرق. فران راح تعطي جسمك. هذه الصناديق اللي تكلمنا عنها، موجوده اربع صناديق. ريفلكتك موج، اوكي موت ريفلكتك اللي هي الانعكاس، فرانسيس كيس، وعندنا هذه الان اربع صناديق. اوكي دراي اوبس. الان عندنا الان سكيورتي سكشن، اتوقع انه لازم عشان تفتح اماكن وتسكر اماكن. نشوف نفتر في المكان، نفتر في المكان، فما في شيء، ما في اي شيء ثاني ممكن تاخذه او تسويه في الغرفه بعد هني. زين راح نجرب نشوف نجرب ونشوف الانذار هني الاخضر. طبعا لازم تحط الكرت، كرت الانذار عشان تطفي الانذار اتوقع، فالكرت مو عندنا، الكرت مو عندنا، فاحنا راح نكمل.
راح نطلع برا الباب، برا الباب الرئيسي. اللي هو هني نورث. احنا نبي نطلع من هني نورث، الطريق النورث هذا. الان فيه فنختار اليمين لان ما في انذار، او نقطع عليهم بسرعه عشان نكمل. فران فوسلر مصاب بال بلاين ديجا على فوسلر اساس انا حاطها على اساس جسمه، لكن لا هذا الطريق غلط، مو الطريق اللي لازم نروح له، فراح نرجع. أكمل أنا بشوف الطريق أحسن. أنتيتود حق البويزن طبعا. ممكن نكمل هني سنترا بلوك، لكن أنا ما أبي سنترا بلوك، أنا أبي أنا تعدينا المرحلة المفروض نوقف فيها.
في اشياء طوفناها. انا ما ابي اطوف شيء، انا ما ابي اطوف شيء. رحنا رجع المكان هنا في عدة مخارج. مداخل المخارج على اليمين، ما ادري وين المخارج على اليمين. في مخرج على اليمين؟ لا، هذا الطريق اللي بيجيبه. هذا المخارج على اليمين على اليسار، فراح نطلع فوق. ايوه هني فوق راح نتابع هني. راح نمشي مع الطريق على اساس انه في طريق يعني يودون من اليسار، لكن احنا راح نروح مع الطريق هذا على اساس نتخطى الانذار. زين، اللي هو يسار، الان يسار وبعدين سيده. طبعا الخريطه معاك وتحدد الطريق اللي انت قاعد تمشي فيه. ناخذ الطريق هذا، نخلي السرعة وبعدين ما في صناديق، ما في أي شيء، نكمل الطريق هذا. طريق مسكر، بعدين ناخذ خط تحت، نرجع من هني، الانذار اشتغل، فندخل من هني، اوكي، ندخل من هني، كذلك نكمل من هني. نكمل من هني، كذلك ونرجع فوق، نرجع من الخلف ونشغل الانذار. اول ما تكسب الصوت هذا في صندوق، بس وين الصندوق؟ ما ادري.
وقف قدام اسمه هل هو الباب؟ الباب الباب هذا الغرفة الرئيسية. شوف كم في الباب. صناديق كذلك. فيجل. كينغستاون. مالك الأطريق مالك الأطريق فراح لازم فاستعد الآن استعد على صفحة الآن كم سيدة عشان ندخل المنطقة الرئيسية سنترال بلوك ندخلها their numbers. Take down the leaders and the others will follow. على الجوج خلصت المعركة بسهولة. في مع جوج قيس موجودة. في عندك صندوق امامك وفيه مخزن للبيع فحاول انك ايوه الان هني قدامك الغرف اللي امامك هذه واحده منهم موجود الامير موجود الاميره وفي سوق فيه موغلي صغير يبيع هذا الحفر
وخريطة المكان كله. ف تفتح الخريطة واخذنا الجسم حفظ طبعا ما يحتاج تحفظ. كذلك نطلع البايع الأغراض هني موجل الصغير موجود تكلم معه أي شيء محتاجه أي شيء تبي تبيعه موجود عنده. طبعا أخذ اللوت اللوت ما عندي فاشتر منه. أساسن داجر سيرفنت رود ايرون سورد براون رود اكس الفأس مع باتلير كم 13 مع فرام 9 يعني والدروع الدروع راوند شيل راوند شيل زين حق الجسم 13 في الايفيد وهذا زين. رينج ميل كذلك حلو 5-4 هذا كذلك سب هير بليرو هني ايرون ارمر حلو بعد لكن احنا نبي شيء قوي نفس هني برونز شيل حلو برونز شيل يعني عندنا شغلتين برونز شيل عندنا واحد اوكي عندنا هذا اللي فوق راوند شيل طبعا راوند شيل مو موجود عندنا ليزر توجريت السحرية أخذناها. فالآن نرجع حق اللايسن شوف وين وين وصلنا وين الدروع عشان اختار منها المشكلة هي ما في دروع Thank you.
مكان فيه لازم نكمل نجيب الباب هذا ستيم 202 لا نجيب من هني والله ناس من هني فيه سكر لا سي 202 بغيت اطلع انا واخلي الامير الامير الان موجود داخل هذا الامير اميريا فاسلر اي ماجستي اتس نوثينج ايل بي فاين Come on, let's go. What are you waiting for? Panello's still out there. We should hurry. They won't be long. We will talk later. Ash, اللي هي أميليا. لكن لايسن بالنسبة لأميليا 2000 ما شاء الله. فلازم نختار لها الآن وظيفة. لازم نختارها وظيفة على أساس نحنا معلي اعذروني شوي لكن خلنا نشوف لا خلنا نرجع شوي ورا نشوف الغرفة الإضافية الثانية شنو فيها اللي هي 204 فيها صندوق فيها شيء إذا ما فيها شيء فنرجع للسوق البائع المتجول أساس نشوف شنو أفضل سلاح حق آش نبي البائع أنا ما نبي يكلمنا الثاني نبي تيران يكلمنا نشوف إيميليا شنو أقوى سلاح عشان نشتري لها الرمح 14 زين عندها باتل بامبو لا باتل بامبو عندنا احنا ف
بارتسين زين لها أساسا دقر زين لها ايرون بورد اكس بورد اكس واقوى سلاح فنتوكل على الله ونختار لها لا نختارها وايت ماجيك وايت ماجيك فهذا هو السلاح اللي كنا محتاجينه فيما سبق فنشوف وين نشوف وين ال عنده 2000 نقطة طبعا نطلع من هذا لايسن أخذنا وايت ماجيك بروتكت شيل أوكي العضو هذا كان ناقصني حيل ريز هني أوكي هني بعد رود ما نبي ايش نبي الرود الرود ما نبي نشوف الاشياء اللي محتاجينها فعلا منها وناخذها باتل هارنس لانها لازم تلبس اوكي اللي محتاجينه هذا شارج ما نبي تورينج رينج اوكي ميجا هابت اوكي الشيء اللي موجود عندنا نشتري الشيء اللي مو موجود مو لازم وود ما نبي هني عندنا اوكي هني اوكي نشوف اذا في لها ضربة سحرية قريبة ناخذها ما في مشكلة باتل لور اتوقع فوق اتوقع فوق فنكمل فوق اتوقع هني يمكن اوكي ناخذ هذا بس عشان نفتح اللي فوق اوكي روز تشارج جانتلت اوكي هذا ضربة سحرية اوكي اوكي طاقة بعد هذه كذلك مهمة هذه كذلك مهمة نشوف الناحية الثانية هذا اللي بالنص اختارها عشان نحن نمشي شوي اوكي
كنت بفتح اللي على جنبه. أصبح عندنا فنشوف هذه الأشياء اللي عندها. أخذت طاقة، أخذت جسمه، ف لا نشوف ممكن محتاجين شيء أو شيء. يقول لك بازار، في أشياء في البازار. فورغوتن غليمور 25,000، ما له داعي. باي طبعا. ابي السحر شارب زين، بس ما الان لازم نحاش ناخذ ال تبي تحفظ. اوكي، لكن اذا حفظت راح تضيع عليك الشارة وكل شيء. فطريق الخروج من هني Majesty, we will cut your path. I will not place my trust in the sword of a traitor. Yet trust his sword we must, traitor or no. I see no other way. We track back, commandeer a ship, and make our escape. Her Majesty cannot abide weakness, least of all in herself. We must make her confront the reality of our plight. لازم الآن نرجع، لازم الآن نرجع للمنطقة الرئيسية على أساس نسكر الإنذار. طبعا الآن انسى أي أعداء أمامك، حاول تنحاش فقط. حاول ترجع حق المنطقة اللي بديت فيها يمين الآن. ما عليك من أي هجمات، ما عليك من أي هجمات. ما عليك من الهجمات هذه كلها، إذا وقفت راح يقتلونك. ترجع عشان تفكر بالإنذار. ما أقدر أوقف أضربهم، لكن ما لا ينصح فيه. بما أن الإنذار الآن طلع فما له داعي. طريق الانذار امشي.
افكر عليها ما اقدر اوقف. ابي انشي من قبل انشي فما علي وقف. حاول تقتلهم بسرعة. نطلع الآن نصعد فوق نصعد فوق. الوقت محسوب عليك الآن. لازم نرجع حق الطريق هذا المكان هذا اللي فوق. لازم نرجع له اللي معلم علينا بالإكس. نحاول نوصل هناك بالإكس بالعلامة اللي عليها إكس. It's okay. We're okay.
Geese knows you've escaped. You must hurry. You are Captain Azalus. You will follow me. We must reach the airships before they do. You would let us leave knowing who we are. Lady Ash, by all rights, you ought not even to exist. That you and Captain Ronsenberg were made to appear dead is like a hidden thread laid bare. Your actions hereafter will pull at that thread, and we will see what it unravels. This is our chance. We must see this through and get to the bottom of it. I believe 'tis for the good of Dalmasca and the good of the Empire. Very well, then. Thanks, Lamont. I must apologize. Pinello, for you. May it bring you good fortune. Thanks. Let us go. فوسلر الآن خرج من الفريق وبنيلو انضمت إلى الفريق وأخذنا شوف بنيلو شنو عنده ما شاء الله بنيلو ما شاء الله عنده برونز هيلم لازم الآن نشوف الأدوات اللي عند بنيلو نحاول نشوف شنو عندها شنو ما عندها أول مست بين اللوبو قوة هجومية أوكي أيرون هيلم أوكي أوكي هذه أوكي أهلان أنا ما أدري الأهلان اللي هو شنو سبير سبير
Such a great shame. I must confess, I thought you the one who would help us restore peace to Dalmasca. No matter, we hold the proof of your royal lineage. A maid of passing resemblance will serve our purposes now. As for you, my dear, the Empire requires you no more. What was that? الجنود اللي معه صار وبعدين اقضى على القاضي Your Majesty does not disappoint. Ever quick to spurn an honorable surrender, as was your father. You know nothing of my father! البارتي اتوقع انا لو اشيل لا لو اشيل انا واكتب بني لوبو أنا أيضا ضغط عليه بس إنه لازم يشوف المعركة كمثالية كمعركة مثالية وفران كذلك وبعدها بروتك الآر وبعدها لا وبعدها بروتك ممكن ناخذ فران لا فران راح تعطي طاقة ممكن ناخذ جسمه ونجيب بيت كلهم بيت على اساس نسوي حركة جوز بيت بس بوتون قاضي كفا خلص بس بوتون بوتون دارتون شاكفون فمحتاجين مع الفريق محتاجين واحد قوي ضرباته قوية فما في باس نختار باس We've secured an Atomos. Come. An Atomos? All skiff, no ship. Hardly fit for a leading man.
So I can fly it then? You're mad. قضينا عليه انتهت مرحلة السفينة وهربت كلها. Can't we go faster? Not yet. وهذا انهينا الجزء هذا من تحرير الأميرة من الأعداء اللي في The path has gone too fast, they'd have noticed.